الاختبار والابتلاء. قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار. ومحاضرتنا الليلة بتدور على المعنيين الآخيرين، معنى الفتنة أي الزيغ والضلال، والفتنة بمعنى الاختبار والامتحان. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا ممكن يبتلي ناس بالمشقة والضنك وسوء الحياة وضيق العيش والأمراض والسجون والابتلاءات، ربنا يبتليهم بها. لماذا؟ ربنا قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، عشان ترجع لله. يبتليك بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات من سورة الأنعام. طيب، فعندنا الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة، تفتتن أنت في أولادك وفي مالك. طيب، أما الفتنة الجديدة التي أعنيها، أعني بها الزيغ والانحراف الذي أصاب أقواما تظاهروا بالسلفية وأخطأوا سبيلها، وهي مزيج من الشبهات والشهوات التي تلبس بها أدعياء السلفية وتشربوها وظهروا على حقيقتهم عند الاختبار. لما جاءت الفتن وجاءت الامتحانات والاختبارات ظهروا على حقيقتهم، مصداقا لقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يترككم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يميز الخبيث من الطيب؟ بالفتن، يعني الاختبارات. في امتحانات بتحصل. قال العلامة الفوزان وذلك بالفتن التي يجريها الله على عباده، يعني في اختبارات. انت داير طريق الجنة مفروش بالورود، ما فيه عقبات، ومهيأ قدامك، ما فيه محن ولا ابتلاءات ابدا، ده ما بيحصل. ولهذا قال الله تعالى، انتبه للتي بعدها، قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربنا ما أطلعنا على الغيب، نحن بشر لا نعلم الغيب، نحن لا نعلم الغيب ولا الرسل لا يعلمون الغيب. فيأتي الإنسان من أهل الزيغ والانحراف فيتلبس بلباس الدين ويتزيى بزي المؤمنين وأنت لا تعلم، والعلماء لا يعلمون، والصالحون لا يعلمون، والرجل متلبس منافق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم ما بتعرفوا الغيب، يكون جالس بين أظهركم ويخرج ويأتي معكم ويطلع وينزل معكم من يتلبس بلباس الدين، هذا لا يكتشف
إلا عند المحن والفتن والاختبارات. حتى إذا جاء يوم أو يوم الاختبار ظن ذلك الرجل أن هذه هي مهلكة المؤمنين، فأظهر عن حقيقته وكشف عن وجهه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يتلبس بزي المؤمنين زمن تلقاه قاعد وهو في الحقيقة مندس، إما مندس من أهل البدع وإما مندس من أهل الكفر والزندقة وإما مندس من أدعياء السلفية ومن الحزبيين، لن ينكشف إلا عند الاختبارات والامتحانات. المنافقون المجرمون ما ظهروا إلا بعدما ظن بعضهم في بعض المواقف أن الإسلام ستقطع شأفته وسينتهي الإسلام، لما تحالفت الأحزاب حول المدينة وغزت المدينة، وظن منافقو بني قريظة أن الإسلام خلاص انتهى، فكشفوا عن غدرهم وخيانتهم. وهذا يا أخواننا مثال نحن بنطلع عليه في السيرة لابد أن نستفيد منه. نحن عندنا في صف السلفية من اندس زمنا لما جاء اختبار أول طلعوا برا، جاء اختبار ثاني طلعوا ناس، جاء اختبار بعده طلعوا ناس، وهكذا هي الفتن والامتحانات. وبالتالي الشيخ الفوزان يقول وذلك بالفتن التي يجريها الله على عباده، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فأنتم لا تعلمون الغيب ولكن الله يجري الفتن لتظهر لكم بمواقفهم وكلماتهم التي تخرج أضغانهم وتظهر ولاهم لأهل الباطل. هذا الكلام نقلته عن الشيخ الفوزان بتصرف في العبارة يسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. شوف بالله لخصك الكلام ده كيف، ابن تيمية العالم المحقق الإمام رحمه الله تعالى قال لك الفتنة من واحد من أمرين، إما من ترك الحق، ويدخل في هذا من ضل وافتتن من أهل البدع ومن أهل الحزبيات المقيتة، افتتنوا في دينهم وضلوا وزاغوا عن الصراط المستقيم بسبب ترك الحق، تركوا الدعوة إلى التوحيد وتركوا محاربة الشرك والباطل وتركوا التكلم عن أهل الشرك ودعاة الشرك والمنكر، تركوا هذا الحق الواضح وذهبوا وجالسوا أهل البدع وعاشروهم، جلسوا معاهم وأحبوهم ووالوهم، تركوا الحق. وبعض الناس ترك الصبر، بتجي مرات فتنة ويظهر على واحد من أخوانك ولا من مشايخك تظهر على أخطاء، الواجب الآن الصبر والمناصحة، الواجب علينا إذا كان زول أخونا وحبيبنا أو من وظهر عليه شيء من الخطأ غير معتاد عليه ولا يعرف به وهو يعرف بالاستقامة وحسن السيرة على المنهج، لكن زول غلط وأخطأ في مسألة لو كانت منهجية ولو بدعة من البدع، الواجب ننصحه بالتي هي أحسن
وبالرفق ونأخذ بيده ونجره إلى الحق جرا ونعينه على نفسه، لا نعين الشيطان عليه، ونصبر عليه حتى إذا تبين أنه زلل وخطأ عارض ورجع منه وتاب فالحمد لله رب العالمين. أما لو تبين أنه صاحب هوى وصاحب ضلالة تبرأنا منه. والبراءة سهلة، لكن القضية تبقى في الصبر. الناس اللي تفلتوا من ركب السلفية، إما أنهم تفلتوا تماما وخرجوا إلى أهل البدع، أنا المقصود بين نوعين، في ناس بيقولوا أهل البدع عديل، أنا بعرفهم أسا هم بيقول لك سلفين وكده، لكن كذابين ما عارفين رقبتهم، ديل أهل البدع عديل. ومنهم من صار من فساق السلفيين، السلفيين فيهم واحدين فساق، النوع اللي بيكذب وبلف وبدور، هذا قد يكون من فساق السلفيين، ما ترك المنهج بالكلية، لكن اللي والى أهل البدع ودافع عنهم وذب عنهم هذا من أهل البدع ولا كرامة، ده مش خلاص معاهم يلا يروح. فاللي بتكلم عنه هنا داخلين في الصنفين الاثنين دي. طيب، فهنا في ناس تركوا الصبر وخرجوا على إخوانهم ونابذوهم وبارزوهم بالعداوة والأذى وأحدثوا فتنة الناس شافوا منا ما شافوا، وكلكم عارفين شباب قبل كده تكلمنا معهم لما بدأت الفتنة بتاعت الدجال، ونحن في الأول صبرنا عليه رجاء إنه ينصلح حاله وناصحناه مرات وكرات، ذهبنا له في بيته جلسنا معاه وفي غير بيته جلسات طويلة ومناقشات بالكتب مناقشات علمية رجاء إنه ينصلح ويتوب. الرجل أصر على الباطل بتاعه، صبرنا عليه فترة من الزمن، بعض الشباب استعجل ما صبروا، تركوا الصبر الذي أمر الله تعالى به فخرجوا على إخوانهم وسبوهم ولعنوهم وشتموهم، وأظهر الله تعالى أضغانهم. هم ما سببهم إنه أخوانهم ارتكبوا بدعة ولا ضلالة، لا، هذا مو سببهم، والذي يظن هذا واهم ومخدوع ومغفل. هؤلاء سببهم ما في بطونهم وأحشائهم من الأحقاد والغل والحسد. هؤلاء ما خرجوا نتيجة خطأ يستحق الخروج ويستحق هذا العدى والفجور في الخصومة وافتيات الكذب والأباطيل، لا يستاهل ده كله ولا يستحق. لكن هؤلاء لما كانت قلوبهم تغلي كالمراجل حقدا على أخوانهم الذين ميزهم الله بشيء من علم أو خطابة أو نحو ذلك خرجت أضغانهم، بس لقوا الفتنة ديك وقت مناسب فخرجوا فيها. ولهذا أيها الإخوة الكرام احذروا من أمراض القلوب، ناس في أمراض مرتكزة في قلوبهم، القلوب ما نظيفة، لما دخلوا الدعوة ما دخلوها لله، ما دخلوها نصرة لدين الله، إنما دخلوها لكي يبرزوا في الساحة وتكبر أسماؤهم ويشار إليهم بالبنان ويتخذوا مرجعيات ويقال شيخ فلان خرج وشيخ فلان جاء وشيخ فلان طلع وسماحة الشيخ وأفيدونا أثابكم الله، دايرين دي. ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا تبتغي بعملك الدين الدنيا، الدين لله،
خلي الدين يكون خالص لله سبحانه وتعالى، تربى على هذا، وإلا ضع القلم، خذ القلم والورقة هنا. لو دار دنيا أمشي، ناس الدنيا شغالين بجاي، أمشي ناس السوق شغالين، ناس الجامعات شغالين، أمشي الدنيا محلها يا أخي، الدنيا محلها موجود. لو دار شهرة دنيوية أمشي أبقى فنان، وهذا حرام ولا يجوز ومنكر. لكن أشد منه نكرانا أن تدخل في الدين وأنت تريد الدنيا، هذه معصية من المعاصي. لا تفسد دينا ولا تخرب منهجا، معصية من المعاصي والذنوب، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لصاحبها. لكن كونك تدخل في الدعوة وأنت تريد الدنيا، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك في النيات، هذا من الشرك الخفي. أحذر أيها المسلم، أحذر من هذه الفتنة. طيب.